صحوا معايا على الهاتف الدكتور عادل كريم، طبعا المحلل الفني الكبير بموقع في الجول، عشان نتكلم باستفاضه اكتر عن هذه القصه. يا دكتور عادل، مساء الخير عليك. مساء الفل يا امير، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. عايز اخد تعليقك على الازمه اللي حدثت خلال الساعات الحاليه من ساعتين بالظبط، والناس كتير اتكلمت، وان محمد صلاح شال ان هو لعيب في منتخب مصر من على صفحته على تويتر، وبالتالي كان في توابع واراء مختلفه لعدد كبير جدا من الجمهور المصري، وبعد كده محمد صلاح نزل تويتر. بتشوف الازمه دي ازاي، خصوصا ان اصوات مصر تعتبر ما وصلتش لفيفا، وده برضو تساؤل هنا عايزين نعرف اجابته. بتحلل القصه دي ازاي؟ بص، واحنا للاسف بقينا عايشين ازمات بس. للاسف صح. بنطلع من مشكله نخش في مشكله، واحنا بنخلق لنفسنا مشاكل بلا اي داعي يعني. للاسف يعني الموضوع ما كانش له لازمه خالص بصراحه، لكن اللي حصل يعني اخر حاجه يمكن لسه انا بتكلم دي، لسه قاري تصريح لمصدر من اتحاد الكوره، فما افتكرش مين يعني، ان اللي حصل ان الاجيري واحمد المحمدي وقعوا سوري عملوا ارتفاع للتصويت بتاعهم، واتبعت الفيفا لكن من غير توقيع اجيري احمد المحمدي، بتوقيع كابتن علاء عبد العزيز وفكره مدير المنتخبات. فالفيفا طبعا لما جاله الكلام ده اعتبره كانه لم يكن، لانه هو لازم المدير الفني والمدرب والكابتن هم اللي يمضوا، ورد على ورق جماهير اتحاد الكوره واتقال انه لازم يا اما المدير الفني والكابتن يا اما المدير الفني ولا المنتخب ولا الاتحاد. كان في الوقت ده مفيش اتحاد، مفيش مجلس اتحاد، فالورقه ما رجعتش تاني. وحاجه يعني ضحك جدا يعني، عارف اللي هو شر البلاد انه يضحك. يعني الموقف غريب يعني. السبب الحقيقي ان محمد صلاح، او ان عفوا ان المدير الفني منتخب مصر وان كابتن منتخب مصر ما وقعوش على التصويت اللي هم ارسلوه، ده بحسب مصدر في اتحاد الكوره يعني. على فكره لو فتحت الموقع ده هتلاقي مصدر في اتحاد الكوره هو اللي قال الكلام ده، ان هو فعلا تم التصويت لكن دون توقيع، وتم التوقيع من كابتن علاء عبد العزيز بصفته مدير المنتخبات، فطبعا الفيفا لم يعتمد هذا التصويت. هل صلاح وصل الكلام ده ويتضايق منه؟ واعتقد ان هو لو الكلام ده حقيقي هيبقى من حق اللاعبين انه يتضايق. طبعا حقه بصراحه بصراحه. يعني انت بتتكلم في فروق بسيطه، انت التصويت على الاقل كان هيخش في احسن ثلاثه، حاجه برضه بقت في السنه الثانيه الرابع، طبعا لو وجد في المركز الرابع حاجه كبيره جدا يعني. طب ما نتكلمش من الموضوع صلاح انه يطلع ثالث احسن لاعب في العالم في 2018، في رابع احسن لاعب في 2019، دي حاجه في منتهى القوه وحاجه في منتهى الجمال يعني، ما تقللش مني خالص يعني. لكن اعتقد يمكن يكون هو ده اللي ضايقه شويه، ممكن يكون رد الفعل مبالغ فيه طبعا بحد كلمه لعيب. ما دي بقى اللي عايز اسالك فيها يا دكتور عادل، رايك ايه في تصرف محمد صلاح بان هو شال ان هو لاعب في منتخب مصر وبعد كده نزل تويتر؟ بتحلل الكلام ده ازاي، وبتشوفه ازاي من وجهه نظرك؟ برضه اعتقد فيها سن التسرع يعني، هو ممكن يكون تسرع سن التسرع طبعا. بدا بعض الناس تاخدها تكهن، ان هل صلاح مش هيلعب تاني المنتخب، هل هيرفض الاستدعاء التوقف الدولي اللي جاي الشهر الجاي؟ لكن ما اعتقدش ان صلاح يعني، اعتقد صلاح اذكى من كده بكتير، وعارف كويس قوي اهميته لمنتخب مصر، وعارف كويس قوي اهميته للجمهور المصري، وعارف الناس بتحبه ازاي واقفه وراه ازاي. ممكن يكون سنه غضب شويه او زعل شويه، هو خلينا نقول انه يزعل، لكن يعني برضه بيحبه لان هو عارف برضه مسؤوليته وعارف قيمته بشكل كويس جدا. فاتمنى يعني ان الموضوع ما يتوقفش، اتمنى ما اخش في ازمات تاني يعني. كان عندنا ازمه قبل كده في حاجه تجاريه، دلوقتي عندنا ازمه في حاجه رياضيه. يعني اتمنى برضه ان ازماتنا كتير احنا للاسف. للاسف يعني للاسف الشديد يعني. اتمنى نحط في اعتبارنا خلاص احنا يعني عندنا اتحاد كوره جديد، وعندنا جهاز فني جديد، نبتدي صفحه جديده مع المنتخب ومع اتحاد الكوره، وان شاء الله باذن الله يعني يبقى خير، لان يعني احنا عايزين بقى يعني نخرج شويه يعني، عايزين نتكلم كوره شويه، احنا ما بنتكلمش اي حاجه غير المشاكل. خلينا نركز في الكوره شويه بقى الفتره الجايه. بالظبط، ده الاهم في الحقيقه. طب الصحفي اللي ما اداش صوته ده